الكريم قبر فضة الأشرفية مشهورة في زراعة الفاصولية والكلاوي، وهلق حاليا ما محتلة من قبل النظام، ونحن طلعنا لبرا نزحنا، وهلق حاليا بمنطقة باب الطاقة والشريعة القلعة، المنطقة هاي بصيل الغاب، جبنا لهون المزروعات هاي عم نزرعها هلق هون، والسنة صار في تكلفة كتير إلها وما نجحت السنة خالص خالص. الدلو مكلف 60-70 ألف بين فلاحته وبين زراعة حق الدار وبين أجار عمال وحق دواء وشغل ورشات هلق أحواشه، بيكلف أكثر من 70 ألف كمان، وعم يكلف هلق بسبب المعابر اللي مسكرة، القلعة وموريك سكرت، وعم يطلع من هون المنتوج تبعه وعم يطلع على العيس على حلب على حماة على الشام لحتى يوصل، عم يروح بأسعار رمزية ما عم يتوفي مع المزارع. الدلم اللي كان يزت في السابق كان يزت معنا 500-600 كيلو 700 كيلو، اليوم الدلم عم يزت اللي عم ينجح بينجح عم يزت 200-250 كيلو، او في منه زت 100 كيلو في منه ما زت ولا كيلو، العالم اعطته للغنم راعته للغنم ببلاش. وحي الشباب. انتاج صفر، الدلم بكلف 70-80 ألف وانتاجه 30-40 ألف، السبب تسكيرة المعابر معبر القلعة، وانجبرنا نشيلها على الشام على طريق العيس، يعني تروح على حلب لحماة للشام تكلفة كبيرة. زرعنا 8 دلمات كلاوي وما صار منها شيء خالص، الخسارة حطينا، ما خلينا دواء، ما خلينا مي، ما خلينا شيء، كل شيء حاجات حطينا بها وما صارت، مصروف وهنية كله حطينا عليها وما صارت، واحد جات نشط ويوم ما عنش، واقفين لا حول ولا قوة. كان سعر الكيلو 300-400 ليرة، اليوم سعر الكيلو ما عم يتجاوز ال 250 ليرة، من عندنا من هون لحماة روحة رجعة بيحطوا 300 ألف ليرة أجار سيارة. إيه ما بقى توفي لا مع المزارع ولا مع التاجر ولا موفي مع حد خالص خالص. يكيس يا ابو شو؟ يكيس ايه؟ على التصوير؟ شو؟